صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. النبي يريد بهذه المحاسبة أن تحاسب نفسك على التفريط فيما مضى من عمرك. هل أنت راضي بكل الأعمال التي قد عملتها؟ من منا راضي عن نفسه عن كل الأعمال التي قد عملها؟ ما في حد. فأعمال صالحة وأعمال سيئة. حاسب نفسك على الأعمال السيئة، حاسب نفسك على التفريط في طاعة الله، على التفريط في الصلاة والزكاة والصيام وبر الوالدين وصلة الأرحام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم وغير ذلك، حاسبها على هذا التفريط. بعضنا قد قطع أرحامه 3 سنين، بعضنا صايم وعاق والده، بعضنا صايم محمل بالحقوق والمظالم، فيجب المحاسبة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ما حساب يوم القيامة شديد. من حاسب نفسه في الدنيا ربح، ومن ترك محاسبتها خسر، ما حساب يوم القيامة شديد. انظروا في قول الله سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا.